بالتالي بنحاول زيادة عدد الطواقم الطبية اللي تكون متواجدة في الميدان واستخدامها عند الحاجة، بالإضافة إلى الحالات اللي ممكن توصل نتيجة انهيار المباني أثناء تفجير المباني، بيتم فرز الحالات عن مدخل المستشفى بحيث أنه يتم تصنيف المرضى حسب الأولوية. طبعاً استعداد المستشفيات في حالات الحروب والكوارث والإصابات الجماعية، في عنا المفروض بيكون في خطة طوارئ تفعل هاي أثناء يعني الإعلان عن الحروب. هاي خطة بتكون كاملة مكملة وشاملة لتغطية الحدث من حيث يعني إيجاد الطواقم المدربة على أداء عملها من حيث الكم والنوع، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة والمستهلكات اليومية. فالخطة بتشمل نظام خاص بيقوم بتوزيع الأدوار من حيث إدارة الحدث ومن حيث الأشخاص اللي بدهم يقوموا بالتعامل مع الإصابات اللي بدها تحدث. بتكون الخطة واضحة ومخطط لها مسبقا، وبيقوم كل مستشفى بإجراء التدريبات والمناورات على تطبيق هاي الخطة قبل يعني حدوث الحرب أو الكارثة. طبعا بالنسبة للطاقم الطبي اللي بتواجد على رأس عمله أثناء تفعيل خطة الطوارئ، بيكون يضم عدد من أخصائية طب الطوارئ، عدد من أخصائية الجراحة العامة والعظام والجراحات التخصصية، وأعداد الأطباء والطاقم الطبي اللي بتواجد أثناء تفعيل خطة الطوارئ بيكون يعني عدد أكثر من الوقت اللي بيكون يعني ما في إعلان حالة الحرب. طبعا لأنه حضراتكم بتعرفوا أثناء الحروب عندما تتدفق الحالات وأعداد كبيرة بيصير الشغل يعني مرهق للطواقم الطبية، وعدد الحالات اللي بحاجة مثلا لإجراء عمليات بتكون عدد أكبر من الوضع الطبيعي، وبالتالي بنحاول زيادة عدد الطواقم الطبية اللي تكون متواجدة في الميدان واستخدامها عند الحاجة، يعني بيقوموا بأداء دورهم عند الحاجة. يعني فيما يخص الإصابات اللي بتوصل أثناء الحروب إلى المستشفيات، طبيعي بتكون إصابات إما يعني بالأعير النارية في جميع أنحاء الجسم متوقع، في الرأس، في الصدر، في البطن، في الأطراف، بالإضافة إلى الحالات اللي ممكن توصل نتيجة انهيار المباني أثناء تفجير المباني. فالإصابات مختلفة ومتنوعة، وفي منها إصابات يعني ممكن توصلنا مستشهدة، وفي إصابات بتكون حالتها حرجة جدا مما يعني نضطر إلى إدخالهم إلى غرفة العمليات بعد يعني إجراء العمليات البسيطة في الطوارئ، من ناحية يعني اللي هو إعطائهم محاليل وريدية وتحضير الدم ويعني الشغلات أو الإسعافات الأولية خلينا نحكي، ومن ثم يتم نقلهم إلى غرف العمليات لإجراء العمليات اللازمة لهم، ومن ثم إدخالهم إلى قسم العناية المكثفة لاستكمال العلاج. طبعا لما بتم الإعلان عن تدفق عدد كبير من الحالات بنفعل خطة الطوارئ واللي بنعتمد فيها على نظام الفرز، فبيكون أحد الأشخاص موكل له مهمة فرز الحالات على مدخل الطوارئ. يعني لما سيارات الإسعاف أو السيارات الخاصة اللي بتحضر الحالات للمستشفى، بيتم فرز الحالات عن مدخل المستشفى بحيث أنه يتم تصنيف المرضى حسب الأولوية، لمين الأولوية بتقديم العلاج في الأول. وطبعا الطوارئ في هاي الحالة تقسم إلى عدة مناطق، في عنا مناطق خضراء، مناطق صفراء، ومناطق حمراء. المناطق الخضراء هي يعني للي بتكون إصاباتهم خلينا نحكي خفيفة، بنوجههم باتجاه مكان خاص في هناك طاقم بيقوم بالتعامل معهم وبتابع حالاتهم. بالنسبة للمنطقة الصفراء هي المنطقة يعني اللي أكثر يعني شدي ولكن ليست خطيرة مثل المنطقة الحمراء، وأيضا هناك طاقم متخصص للتعامل معها. فيما يخص الإصابات الحرجة والشديدة بنفوتها مباشرة إلى المنطقة الحمراء، وهي المنطقة بيكون موجود طاقم كامل متكامل من أخصائي الطوارئ والجراحات وموزعين على الأسرة، وبتم التعامل معها حسب الحالة من ناحية اللي هو الفحص وتحديد نوع الإصابة وشدة الخطورة، ويعني بنقرر هل هذا المريض بحاجة إلى عملية مستعجلة فورا ولا ممكن أنه يستنى يعني أنه ندخل حدا قبله. يعني حسب الأولويات بتم فرز الحالات.